السنباني يضع المجلس الانتقالي في ورطة كبيرة، وهذا ما يتعرض له قيادات المجلس. تفاصيل خطيرة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أكدت مصادر أمنية وعسكرية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن عن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في ورطة كبيرة. وقالت المصادر أن واقعة مقتل الشاب اليمني الأمريكي عبد الملك السنباني وضعت المجلس الانتقالي في ورطة كبيرة، فهو مطالب بالتحرك الجاد لضبط المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي ارتكبها عدد من أفراد قوات الانتقال في محافظة لحج. وأضافت: هناك ضغوط كبيرة على المجلس الانتقالي من قبل منظمات محلية ودولية والجهات الرسمية، بالإضافة إلى ما سعى لرفع دعوة قضائية ضد قيادات الانتقال في المحاكم الأمريكية تطالب بتسليم الجنود المتهمين في مقتل السنباني للعدالة. وأكدت المصادر أنه لم يتم القبض على الجنود المتهمين بمقتل الشاب السنباني حتى الآن، وأن المجلس الانتقالي يعاني من ضغوط كبيرة ومطالب بتوضيح ملابسات الجريمة للرأي العام. وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي تتمركز في نقطة أمنية بمديرية تور الباحة في محافظة لحج، أوقفت الشاب عبد الملك السنباني وأقدمت على نهب أمواله وتعذيبه حتى الموت.